السلام عليكم يا شباب، هنكمل مع بعض في الوحدة بتاعت الاحتمالات إن إحنا بنتكلم على استقبال الحوادث. من اللفظ بتاعك استقبال الحوادث يعني مفيش حدث معتمد على الآخر، مش زي مثلا الاحتمال المشروط اللي إحنا قلنا عليه اللي هو عبارة عن لازم وقوع شرط إن وقوع حدث لازم يكون موقع بشرط وقوع حدث آخر. لكن هنا احنا بنتكلم على استقبال الحوادث، يعني بمعنى اصح كل حادث لا يؤثر على وقوع او عدم وقوع الاخر. زي مثلا معايا حجر نقد ومعايا عمله معدنيه، حجر النقد او العمله المعدنيه انا رميت الاثنين وبشوف النواتج، حجر النقد لا يؤثر على العمله المعدنيه ولا العمله المعدنيه تؤثر على الحجر النقد. فانا بقول استقبال الحوادث يقول لي يقال ان واحد هو الحدث الاول والحدث الثاني حادثان مستقلان اذا كان وقوع اي منهم لا يؤثر على وقوع او عدم وقوع الاخر، لا يؤثر ملوش تاثير خالص. هل التاني هيقع او ما يقعش او يظهر او ما يظهرش ملوش تاثير عليه. طيب شرطها بقى ان ايه؟ ان لو الحدثين مستقلين فاحتمال التقاطع بينهم يساوي احتمال الاول ضرب احتمال الثاني، يبقى هنا الاحداث المستقله لها قانون مشهور بيها اللي هو احتمال التقاطع بيساوي الاحتمال الاول ضرب احتمال الايه؟ الثاني. هنشوف مثال كده بيقول لي اذا كان احتمال الحدث الاول يساوي 4 من 10، طبعا احنا قلنا يا شباب اي احتمال اي حدث لازم يكون اكثر قيمه ليه هي الواحد واقل قيمه هي الصفر، ما مش عدد ثابت في الاحتمال. الاحتمال الثاني 5 من 10. يقول لي الاحتمال الاول والاحتمال الثاني حدثين، الحدث الاول والحدث الثاني اسف. الحدث الاول والحدث الثاني حادثين مستقلين، يعني هو قايل من الاول ان هم مستقلين، يعني لا يوجد ايه؟ علاقه ما بينهم او لا يوجد تاثير اي منهم على الاخر. فبيقول لي اجد قيمه احتمال الاول تقاطع احتمال الثاني، طبعا ما دام قال لي مستقلين يبقى على طول بيقول لي احتمال الاول تقاطع الثاني قال المقام بتاعنا ان هو ده اللي هو عباره عن احتمال الاول ضرب احتمال الثاني. أول ما يقولوا مستقلين على طول يا بنات أو شباب بنعمل كده على طول. الاحتمال الأول بكام؟ ب 4 من 10 ضرب 5 من 10 اللي هو الاحتمال الثاني بنساوي لما نضربهم هيطلع لي 2 من 10. طبعا 4 من 10 لما نضرب 4 من 10 يعني 4 على 10 و5 من 10 يعني 5 على 10 عشان اللي عايز يفهم يعني. هضرب اللي فوق اللي فوق 4 ضرب 5 20 10 ضرب 10 100 يعني هتبقى 20 من 100 يعني هي نفسها 2 من 10. طيب جبنا الاولاني اللي هو احتمال التقاطع بكام؟ تعال نشوف مع بعض. طالب احتمال الاول اتحاد الثاني، احنا كنا قايلين القانون ده مشهور جدا ومعروف ومهم جدا. ايه هو؟ ان احتمال الاول اتحاد الثاني هيساوي احتمال الاول زائد احتمال الثاني ناقص التقاطع. طيب الاحتمال الاول هيبقى ايه احتمال الاول؟ الاحتمال الاول اللي هو 4 من 10 زائد الاحتمال الثاني 5 من 10 ناقص التقاطع اللي احنا جايبينه اللي هو 2 من 10. هنشوف الناتج في الاخر هيساوي كام؟ 4 من 10 زائد 5 من 10 ناقص 2 من 10 هيساوي 9 من 10 يعني هيساوي 7 من 10. زي ما انتم شايفين ان درس الاحداث المستقله او استقلال الحوادث بسيط وما فيهوش حاجه غير بس انت تعرف القانون بتاعه ان احتمال الحدث الاول تقاطع الحدث الثاني تقاطع يساوي احتمال الاول ضرب احتمال الايه؟ الثاني. ارجو ان تكونوا فهمتوا درس بسيط ما فيهوش حاجه، وان شاء الله لما نيجي في السنين القادمه هنلاقي المنهج يبقى اكبر شويه ويتوسع اكتر في الاحتمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.